في العاصمة الموريتانية نواكشوط وبدعم من دولة الإمارات تم افتتاح بيت الإبداع للفنون التشكيلية والبصرية ليكون مقرا للفنانين الموريتانيين بحيث يوفر لهم كل أسباب العمل والإبداع وعرض أعمالهم. التفاصيل مع محمود محمد من نواكشوط. بيت الإبداع للفنون التشكيلية والبصرية رأى النور قبل أيام بدعم إماراتي. البيت الذي عرض في يومه الأول عشرات الأعمال لأربعين من فناني موريتانيا سيكون قبلة لشبان وشيب طالما بحثوا عن مكان يكون عالمهم الخاص حيث سيبدعون بلا شك. سعيدة جدا بوجود بيت خاص بالجمعية وبالفنانين وبالمبدعين بصفة عامة، لأنه إن شاء الله راح يوفر علينا في المستقبل، يكون عندنا مكان يضم نشاطاتنا، يضم معارضنا، يضم اجتماعاتنا. ونحن بما أن جمعية يعني أكثر نسبة فيها نسبة الإناث وفيها فتيات، هذا سيسعدهم جيدا هذا المقر، لأنهم صار عندهم مكان يعرضوا فيه، يمكن ما كان مفتوح لهم بأي مكان. الأماكن الأخرى يمكن يكون مخصصة للفنانين اللي عندهم تجربة. عزة فنانة شابة تزور المكان منذ أيام حيث الهدوء والأدوات هنا باستطاعتها الإنتاج والإبداع أكثر من أي وقت مضى. مشروع بيت الإبداع بالنسبة لنا مهم، حتى بيدي مشجع على الفنانين التشكيليين كاملين، كمان نحن ما متوفرنا دراسة هنا للفن التشكيلي، كنا عنده موهبة مشتغل عليه، كان مهم حتى لأن نجبروا بلد نشتغلوا فيه، بلد نعدروا فيه دورات تكوينية، وبلد اللي نعرضوا فيه أعمال نوصلهم للناس. بيت الإبداع ولد بدعم إماراتي وضم المعرض الذي أقيم فيه خلال اليوم الأول أكثر من 95 لوحة لما يقارب 40 مشاركا. الفضاء ملهم فعلا، ففيه سكينة تخرج من الفنان أحسن ما فيه، ولعل حصاد التشكيليين الموريتانيين للعام القادم يكون مصداقا لهذه الحقيقة. بيت الإبداع للفن التشكيلي مثال لتنوع الدعم الإماراتي، فمن الدعم الصحي إلى الغذائي مرورا بالبيئي، يتوقف هذا الدعم قليلا عند الفن التشكيلي لكن الدعم متواصل. محمود محمد، أخبار الإمارات، نواكشوط.